جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها جلالة الملك المفدى عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو فبجيج وخريص، مؤكدا وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.